والبنون زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن عنوان هذه الكلمة هو الحياة السعيدة أو الحياة الطيبة. لا شك أن كل أحد يطلب الحياة السعيدة والحياة الطيبة ويريدها، ولكن الشأن فيما يحقق هذا المطلب والأسباب التي تؤدي إليه هذا محل الاختلاف بين بني البشر. فمن الناس من يرى أن الحياة السعيدة والحياة الطيبة أن ينال الإنسان من ملذات الدنيا وشهواتها وأن يعطى ما يطلب من متع الحياة الدنيا، يرى أن هذا هو الحياة السعيدة والحياة الطيبة. ولذلك قال الله جل وعلا: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. قال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قال الله جل وعلا: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قال تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين لا يؤمنون بآياتنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام،
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهذا الصنف من الناس قاصر النظر، لأنه قصر نظره على هذه الحياة وظن أنها هي مناط السعادة والحياة الطيبة بشهواتها ومتاعها، فأغري بها وقصر همته عليها، إما لأنه لا يؤمن بالآخرة، وإما أنه يؤمن بها ولكن شغلته الدنيا عن العمل لها. فالحاصل أن هذا خاسر وحياته تعيسة مهما أوتي من الأموال والمتع والملذات، فإن هذا استدراج من الله ومتاع قليل، ثم يعقبه حسرة، حسرة دائمة. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال سبحانه: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فالدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. وقال: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وكان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين وإمام المتقين، كما تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم كان يجوع حتى يربط الحجر على بطنه من الجوع، وكان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، وكان يجاهد في سبيل الله ويجالد ويتعرض للأخطار وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أراد هذه الدنيا لا أعطاه الله إياها، فالله عرض عليه أن يجعله ملكا رسولا كداود عليه السلام وسليمان عليهم السلام ملكا رسولا، أو أن يجعله رسولا ولا يكون ملكا، فاختار أن يكون رسولا وقال: أجوع يوما وأشبع يوما. اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأن الدنيا متاع زائل وغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور مهما أوتي الإنسان منها، فإنه إما أن يزول ويتركها وإما أن تزول وتتركه. إنما الحياة الباقية والحياة الطيبة والحياة الدائمة هي الدار الآخرة. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لهو ولهب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الدائمة لو كانوا يعلمون. هذا الصنف من الناس،
ولذلك تجد الدنيا أكبر همهم، يرضون لها ويغضبون لها ويكدحون لها وينفذون أعمارهم في طلبها، وأما الآخرة فإنهم في إعراض عنها أو قلة رغبة للعمل لها وإن كانوا يؤمنون بها. ولهذا قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لا نقول إن الإنسان لا يطلب الرزق، الإنسان لا يأكل مما رزقه الله، الله جل وعلا قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فلا بأس أن الإنسان يطلب الرزق الحلال، ولا بأس أن الإنسان يتمتع بما رزقه الله من غير إسراف ومن غير مخيلة، وأعلى من ذلك كله أن يستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى، فيستعين بما رزقه الله على طاعة الله، والدنيا مزرعة الآخرة وهي مطية الآخرة. إنما الملوم هو الذي تكون الدنيا أكبر همه ولا ينظر إلا إلى الدنيا، ولذلك هذا الصنف من الناس لا يبالي بالحلال والحرام، لا يبالي من أين أخذ المال ومن أين اكتسبه من حلال أو حرام. هذا هو صاحب الدنيا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. هذا جعل الدنيا مطلبه وأكبر همه، ظنا منه أن السعادة في تحصيلها. الشاعر يقول: لعمرك ما السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، ولكن التقي هو السعيد، فتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. هذا صنف. الصنف الثاني طلبوا خيري الدنيا والآخرة، لم يقتصروا على طلب الدعاء للآخرة، وإنما طلبوا خير الدنيا والآخرة. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهم فجمعوا في دعائهم أن يؤتيهم الله من خير الدنيا والآخرة. هؤلاء هم أهل السعادة، والله جل وعلا قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا، والعمل الصالح هو ما اجتمع فيه شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، فلا يكون فيه شرك لا أكبر ولا أصغر، فإن كان فيه شرك فإن الله لا يقبله ويرده على صاحبه، كما في الحديث القدسي:
أن الله جل وعلا قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. هذا الشرط الأول، الإخلاص لله عز وجل. الشرط الثاني، المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيه بدعة ولا خرافة، وإنما يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون عملا صالحا. فإن كان مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عمل باطل ومردود. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما ليس منه أحدثه هو ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يستحسنه ويرى أنه خير وأنه لا، هو شر. من أحدث في أمرنا هذا، يعني هذا الدين، ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حتى ولو لم يحدثه هو لكنه عمل به، أحدثه غيره فعمل به، فهو مردود عليه، سواء هو الذي أحدثه أو أحدثه غيره واقتدى به وتوارثه مع المبتدعة، فإن هذا مردود لا ينفع صاحبه مهما أتعب نفسه فيه. وهذان الشرطان، الإخلاص والمتابعة، هما معنى أو من معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. معنى لا إله إلا الله أن تخلص له العمل وتترك عبادة ما سواه، ومعنى أشهد أن محمداً رسول الله أن تقر برسالته وأن تطيعه فيما أمر وتترك ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ويجمع هذين الشرطين قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص. وهو محسن، أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العمل موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ليس خالصا لله فهو مردود. وكذلك العكس، إذا كان العمل خالصا لله لكنه مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود أيضا. ولهذا قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، لأن العبرة ليست بالكثرة، العبرة بالحسن، أن يكون العمل حسنا. أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، لم يقل أيهم أكثر عملا. الكثير إذا لم يكن حسنا فهو مردود. أيكم أحسن عملا. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله، قيل: يا أبا علي، ما أحسن أيكم أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا بهذين الشرطين.
فهؤلاء الصفوة المختارة هم الذين عرفوا قدر الحياة الدنيا، وعرفوا أنها دار ممر وأنها مزرعة للآخرة، فاستغلوها في طاعة الله عز وجل. قال الشاعر: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما رأوها لجة، جعلوا صالح الأعمال فيها سفنا. هذه الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال تحت ظل دوحة، قال يعني وقت القيلولة، جلس تحت شجرة يستظل ويستريح فيها وسط النهار ثم ذهب وتركها. فالدنيا كذلك، ليست دار قرار. الله جل وعلا قال: وإن الآخرة لهي دار القرار. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، يقول مؤمن آل فرعون، يقول لقومه: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة لهي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هؤلاء هم السعداء الذين عملوا الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة محلها هذه الدنيا، الآخرة ما فيها عمل، ما فيها إلا جزاء. ولذلك الكفار يتمنون، إذا دخلوا النار يتمنون أنهم يعودون للدنيا من أجل أن يعملوا صالحا. بل إذا حضر أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهم إذا عاينوا اليقين وعاينوا الحقيقة عرفوا أنهم خسروا، فيتمنون الرجوع ولن يرجعوا إلى الدنيا، هذا محال. فمحل العمل هو هذه الدنيا. إذا فاتتك الدنيا ولم تعمل فيها فاتتك الآخرة، فتكون ممن خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. لم يفرق الله بين الذكر والأنثى في الجزاء، ولم يفرق بينهم في الأعمال، الذكر والأنثى سواء، إنما يفترق الذكر والأنثى في بعض الأحكام التي لا تنطبق على الأنثى، فجعل للرجال أعمالا وصفات تنطبق عليهم وتليق بهم، وجعل للنساء أعمالا دنيوية، أعمال الدنيا، للنساء أعمال خاصة بهن، فلا الرجال يتولون أعمال النساء ولا النساء تتولى أعمال الرجال في الدنيا. أما العمل للآخرة فكلهم سواء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بهذا الشرط، لأن المنافق يعمل لكنه غير مؤمن، فعمله مردود وهو في الدرك الأسفل من النار، لأنه يتظاهر بالأعمال، وإذا لقوكم قالوا آمنا، تظاهر بالأعمال ويصلي ويصوم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأجل أن يسلم على دمه وماله ويعيش مع الناس، ولكنه لا يؤمن في قلبه. ولهذا قال: وهو مؤمن، بهذا القيد، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا، يحيى
حياة طيبة لذيذة مطمئن القلب، مطمئن القلب. ولهذا تجدون أهل الطاعة من ألذ الناس حياة وأوفرهم راحة، لأن الراحة راحة القلوب، ما هي براحة الأبدان، راحة القلوب، فهم مرتاحون في قلوبهم، يعيشون بذكر الله ويتنعمون بذكر الله عز وجل، ما هم يتنعمون بالشهوات والملذات والنزهات لا، يتنعمون بذكر الله هو نعيمهم. ولهذا يقول بعضهم إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب، لما يجدونه من الراحة والطمأنينة واللذة، لذة العبادة ولذة الذكر في هذه الحياة. بينما الكفار ولو أعطوا الدنيا كلها والنعم والملذات كلها فإنهم في شقاء وعناء، لأن قلوبهم مستوحشة والعياذ بالله، قلوبهم مستوحشة ووجوههم مسودة. أما المؤمن فإنه يحيا حياة طيبة في هذه الدنيا، حياة طيبة على الإيمان وذكر الله عز وجل، ويتلذذ بالطاعة ويأنس بالعبادة. ولهذا يقول الآخر أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. قيل وما أحلى ما فيها؟ قال ذكر الله عز وجل، هذا أحلى ما في الدنيا، خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها، هذا حرمان والعياذ بالله. فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا بالعبادة والذكر وطاعة الله عز وجل والطمأنينة والإيمان والنور، ثم في الآخرة ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، يدخلون الجنة ويتنعمون فيها نعيما دائما لا ينقطع كما ما يكون في الدنيا، ولا يخافون من عدو، ولا يخافون من مرض، ولا يخافون من موت، ولا يخافون من هرم، ولا يخافون من فقر، ولا يخافون من حاجة أبدا، آمنون وهم في الغرفات آمنون، ادخلوها بسلام آمنين. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. هذه هي الحياة الطيبة، ولكنها تحتاج إلى إيمان، تحتاج إلى علم وبصيرة، وتحتاج إلى صبر وثبات حتى يطمئن الإنسان، فلا تزحزحه العواصف، لا تزحزحه العواصف والفتن، بل يكون ثابتا ثبات الجبال. إن أنعم الله عليه شكر، وإن ابتلاه صبر، فهذا هو المؤمن، وفي الآخرة ينال النعيم الدائم واللذة التي لا تنقطع، ويأمن من جميع المخاوف والمكدرات، تذهب الشحنة من قلوبهم، فيكونون إخوة على سرر متقابلين، ليس في قلوبهم غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخوانا على سرر متقابلين. هكذا أهل الجنة، وهذا هي الحياة الطيبة والحياة السعيدة. فإذا كنت تريد الحياة الطيبة والحياة السعيدة فعليك بالعمل الصالح ما دمت على قيد الحياة، لا تشغلك الدنيا
بملذاتها وشهواتها وأطماعها، بل اطلب الدنيا، اطلب من الدنيا ما يعينك على طلب الآخرة، ولا تنشغل بالدنيا وتكون الدنيا هي أكبر همك. خذ منها ما يكفيك ويعينك على طاعة الله سبحانه، واجعل وقتك وحياتك للعمل الصالح. والله جل وعلا أمرنا بطلب الرزق وأمرنا بالعبادة، فقال جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أما قبل النداء فاطلب الرزق في السوق، في المتجر، في المزرعة، في الوظيفة، في أي مكان اطلب الرزق. فإذا أذن المؤذن اترك الشغل الدنيا واذهب إلى المسجد. فإذا قضيت الصلاة فلا تجلس في المسجد وتترك طلب الرزق، لا تجلس في المسجد وتترك طلب الرزق الحلال. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني الرزق، واذكروا الله كثيرا. لا يكون أيضا طلب الرزق شاغلا لك عن ذكر الله، بل اطلب الرزق واذكر ربك بالتسبيح والتهليل والتكبير، فتجمع بين الحسنيين: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا فيه أن المسلم يعمل لدنياه ويعمل لآخرته، لكنه لا يطغى عمل الدنيا على عمل الآخرة، ولا يطغى عمل الآخرة على عمل الدنيا، بل يوازن بينهما، فيجعل لهذا وقتا ولهذا وقتا آخر. وفي الآية الأخرى قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لم يقل لا يبيعون ولا يشترون، بل قال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع، دل على أنهم يتاجرون ويبيعون ويشترون، لكن إذا أذن المؤذن أوقفوا العمل وأقبلوا على الصلاة. فإذا فرغوا من الصلاة عادوا لطلب الرزق. وجد من الأسقياء الآن من يقول: ليه تغلق الدكاكين وقت الصلاة؟ ليش تعطل الأعمال وقت الصلاة؟ ولا يقرأ هذه الآية أو هذه الآيات في أنه إذا جاء وقت الصلاة يجب تعطيل الأعمال وإيقاف الأعمال والإقبال على الصلاة، فإذا انتهت الصلاة فيرجع كل عامل إلى عمله، فيجمع بين خيري الدنيا والآخرة: فلنحيينه حياة طيبة، هذا جزاء في الدنيا، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون في الآخرة. فالدنيا دار عمل، ومن أفلس من العمل في الدنيا أفلس
في الآخرة من الجزاء، ومن عمل صالحا في الدنيا نال الجزاء في الآخرة. فجمع الله له حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، وكان من الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هؤلاء هم السعداء. وقد قال الله جل وعلا في آية أخرى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. هؤلاء أولياء الله، أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم مما هم مقبلون عليه من أمور الآخرة من القبر وما بعده، لا خوف عليهم، هذا تطمين لهم. ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، أو يحزنون على أولادهم وذرياتهم التي تركوها، خافون عليهم من الفقر، الله تكفل لهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا والآخرة. لكن من هم؟ هذه هي الحياة السعيدة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه هي الحياة السعيدة. فالحياة السعيدة هي التي لا خوف فيها ولا حزن. وين هي؟ بينها الله في قوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن رزق الإيمان والتقوى لله فهذا من أولياء الله، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا بالله ورسله وكتبه، الذين آمنوا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمنوا بالقدر خيره وشره، وأدوا الأعمال الصالحة، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان. الذين آمنوا فجمعوا بين أركان الإيمان في القلوب وأركان الإيمان على الجوارح، جمعوا بين الإسلام والإيمان. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلا بد من الجمع بين الإسلام والإيمان. هؤلاء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، يتخذون وقاية من غضب الله، يتقون يعني يتخذون وقاية من غضب الله وعذابه. وما هي الوقاية؟ هل هي الدروع والحصون والجنود؟ لا. أو الثياب؟ لا. الوقاية العمل الصالح، الوقاية العمل الصالح. فتقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف من عقاب الله. هذه هي التقوى، سميت تقوى لأنها تقيك من غضب الله وتقيك من العذاب. هذه هي التقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما هي حياتهم؟ قال: لهم البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبشرهم الله جل وعلا بالجنة والنعيم المقيم في الدنيا وفي الآخرة، يبشرهم بالجنة والنعيم المقيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا، شوف هذه الحياة السعيدة، لهم البشرى، فهم مستبشرون فرحون بنعمة الله عز وجل. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
قل بفضل الله بدين الإسلام وبرحمته أي القرآن، فبذلك فليفرحوا، هو خير من الدنيا، خير مما يجمعون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. الله جل وعلا إذا قال قولا فلا بد من وقوعه، لا يبدل ولا يغير، لا يبدل، إذا وعد فإنه لا يغير وعده ولا يخلف وعده سبحانه، أما إذا توعد فإنه قد يعفو وقد ينفذ الوعيد، قد يعفو عن المسلم ويغفر له ذنوبه وقد يعذبه بها. وإني وإن أوعدته لمنجز إعادي ومخلف موعدي. فالله قد وإني وإن أوعدته أو وعدته لا لا فإني وإن وعدته أو فإني وإن أوعدته، يعني هذا الوعيد، أو وعدته هذا الوعد، لمنجز إعادي ومخلف موعدي، يعني الوعيد، فالله جل وعلا قد يخلفه ويغفر للمؤمن، لمخلف إعادي، صحة البيت، لمخلف إعادي يعني الوعيد، ومنجز موعدي هذا الوعد. الله جل وعلا لا يخلف وعده، إذا وعد مسلما بالجنة وعده بالخير وهذا المسلم وفى لله عز وجل واستقام، فإن الله لا يخلف وعده، يعطيه ما وعده. أما إذا توعد العاصي الذي معصيته دون الشرك فهذا قد يخلف الله وعيده وقد يغفر له ويمحو عنه سيئاته فضلا منه وإحسانا. الحاصل أن الحياة السعيدة ليست بكثرة الأموال ووفرة الرزق والمظاهر البراقة، ليست بالملذات والشهوات، وإنما السعادة والحياة السعيدة بتقوى الله والعمل الصالح وفعل الخير واستغلال الحياة الدنيا فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الموعد قريب والأجل سينتهي، وعليك أن تتذكر هذا فلا تغرك الحياة الدنيا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن وعد الله حق ألا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الحياة الدنيا عرفناها، لكن الغرور ما هو؟ الشيطان لعنه الله غرور، كثير الغرر لبني آدم يخدعهم ويشغلهم عن طاعة الله عز وجل، فلا تغتر بوساوس الشيطان وتخذيل الشيطان وإرجافه. وليس المراد شيطان الجن فقط، هناك شياطين الإنس أيضا الذي وهم دعاة السوء ودعاة الضلال، فلا تلتفت إليهم، الشيطان وجنوده، احذر الشيطان وجنوده من الجن والإنس، وكن مع الملائكة ومع الرسل ومع المؤمنين. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كذلك يحسب بعض الناس أن الحياة السعيدة أن يوفر في بيته الفضائيات المرئية والمسموعة، ويستمع لهذا ويستمع لهذا ويروح عليه الوقت، ويسمع من الشر أكثر مما يسمع من الخير، أو لا يسمع الخير أبدا ولا ينظر في الخير، وإنما يسمع الشر وينظر إلى الشر، فيعتبر هذا أنه من الحياة السعيدة.
وهو الدمار والخراب والعياذ بالله. ودعاة الضلال غزوا المسلمين في هذه الوسائل، فعلينا أن نتنبه لها لئلا تكون حياتنا تعسة، حياتنا شقية، لأن هذه الأمور تقلب الحياة من السعادة إلى الشقاوة ومن الخير إلى الشر، وهذا ما يريده الشيطان وأعوانه. فعلينا أن نحذر من هذه الأمور ونشتغل بذكر الله ونعمر بيوتنا بطاعة الله ونربي أولادنا ونساءنا على طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فنزه بيتك وطهر محلك من هذه الوسائل الشريرة التي تدعوك إلى النار. الله يدعو الشيطان وأعوانه يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، فهم يدعون إلى النار بأعمالهم ودعاياتهم، والله جل وعلا يدعو إلى الجنة. فمن تذهب مع دعوة الكفار والشياطين أو مع دعوة الله سبحانه وتعالى؟ اختر لنفسك، ما دمت تدعي أنك عاقل وأنك مفكر وأنك كامل التصرف، انظر لنفسك، هل أنت تجيب دعوة الله أو تجيب دعوة الشيطان؟ تذهب إلى المسارح وإلى المراقص وإلى دور الشر، أو تذهب إلى المساجد وإلى بيوت الله عز وجل؟ انظر نفسك أيها المسلم. ففي يوم القيامة تعطى كتابك الذي أمليته في هذه الدنيا من خير أو شر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، بعث الله الرسول وأنزل الكتاب وبلغ البلاغ المبين، قامت علينا الحجة، فلننظر في أعمالنا يا عباد الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نفعنا الله وإياكم بهدي كتابه واتباع رسوله، وجعل حياتنا حياة طيبة سعيدة بطاعته والإيمان به واتباع رسوله. ووقانا الله وإياكم شر الحياة التعيسة النكدة الخاسرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.